السلام عليكم الحبابات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف. مده هذه ما حطيت، من تقريبا الصيف راه كنت شادها البنات. تبارك الله ما شاء الله عليكم. مود ديال الحلوه، ديال العراسات، ديال الخطوبه، السبوع ديال مناسبات، ديال العمره، الحج. المهم كنت ما شاء الله من الصيف وحتى اليوتيوب ما لقيت ليهش وقت هكا باش نضبط معاه. كانت الخدمه شويه كثيره وصافي، وهذاك الشيء اللي غبرني عليكم. ملي كنكون خدامه واخا كنصور ما كنلقاش الوقت زعما باش ندير المونتاج ونشارك معكم هكا فيديوهات. كانت حتى الخدمه ديال لي كوموند ديال العطريه اللي دائما كتاخذوها من عندي، ومنتجات ديالي والزيوت، داكشي كله تبارك الله تقاد ليا في الصيف. خداوه الناس، داوه للحباب ديالهم في الخارج، وداوه للحباب ديالهم هكا، عطاوهم كهدايا، والمتتبعات ديالي اولا الكليانات ديالي اللي دائما كياخذوا من عندي. ما شاء الله تسالى داكشي كله. ودابا وجدت عاوتاني غنشارك معكم حوايج اللي هما جداد صوبتهم، وكل شيء حضرته لكم ان شاء الله. ما كان غير ان شاء الله، الله يجيب الصحه والسلامه باش نشارك معكم بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الافكار. ايوا نتمنوا ان شاء الله ما نبقاش هكا نغيب عليكم، وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساونيش من واحد اللايك باش القناه شويه عاوتاني تطلع، لان خليتها مده هذه ما بقيتش كنحط فيها. نتمنى ان شاء الله كتشجعوني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي دائما كتعجبني وكنجاوبكم عليها، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. غادي نعاود لكم القصه ديال هذا المصلوحه. البنات كان كيحسب لي واش صافي خسر، وكنحتاجو وكنستعملو بزاف قميجات ديال الدراري، حيت تبارك الله حنا كثار والمصبانه كيكونوا بزاف ديال. المهم كنصلح بهذا، هذا راه كنت خديته في الموقع ديال وادوكس تقريبا دابا عام وشي حاجه، يعني باقي ما كملش عامين. ومؤخرا وقع لي واحد المشكل، وما جيت نعمرو هكا وكيبقى كيسيل كيقطر الماء، حتى كتعمر هادي وكيفزقوا الحوايج صافي كنصدق ما كنصلحش به. المهم تواصلت مع الموقع ديال وادوكس وقلت لهم شنو وقع ليها، شنو زعما على حساب كيقطر الماء، وقالوا لي صوري لينا زعما شنو المشكل، واش شي مشكل غيتحل هكا، يعني يقولوا لي شنو ندير ليه، اولا هما غيتكلفوا ويردوه باش يصلحوه ولا يشوفوا المشكل اللي فيه، يعني غيديوه هما. قالت لي راه غنصيفطو لي غيشدو من عندك لي ضرور. وهادشي البنات راه حتى نتوما الا خديتو شي حاجه من عندهم وبقى في الكارانتي، باقي ما كملاتش عمل وشادين التوصيل، ضروري يكون عندكم التوصيل. انا راه باقي عندي التوصيل ديال هذا، وبقى كيما هو، وقع فيه شي مشكل مثلا كيتزلع ولا تحرق ولا بحال هكا، راه كيصلحوا لكم. جيت نصورو حيت تقريبا شي سيمانه وانا مدابزه معاه كنعمر الماء وكيتزلع عليا من هنايا، وما كيبغيش يدير ديك البخار اللي كنت شاركت معاكم. المهم ملي جيت نصور لقيتو خدام. فين كان المشكل البنات؟ باش ما توقعوش حتى نتوما في هذا الخطا، ولا خدام ولا كيدير البخار ولا كلشي. نقول لكم فين وقع ليا المشكل، هو في هذا الماء اللي كنخوي ليه. كان في الاول كان فيه شويه ديال الماء، دابا راه خاوي، كان فيه بحال قلتو قد هكا ما كافيش، وانا كنزيد نعمر هادي. ملي كنعمرها كيفوت داك القياس، داك القياس ملي كيفوتو كيتزلع وكيفزق ليا هادي كلها. ايوا ملي كانت خواتها البنات ودرت هاد التجربه صافي، وصورت ليهم قلت لهم الموقع ديال وادوكس يعني راه المشكل مني انايا، يعني انا اللي كثرت ليه الماء وما كنتش عارفه بان كاين هذا الحد، هذه العلامه هذه ما خصناش نفوتوها. وبغيت نشاركها معكم البنات، وفي نفس الوقت راهم دايرين فيه بروموسيون بالنسبه للاخوات اللي بغاو ياخذوه، راه من داكشي رفيع كيتصلح به القفطان ديال الجوهر، وكنصلح به هذيك الجلابه ديال السوس دي عندي، راه كاين واحد الحاجه هنايا هاد الصفر هذه كنفوتها غير هكا وكنرشو بالبخار، والله القسم اللي كدير بحال جيبها من الصبان. هانتوما البنات ما كيتزلع ما والو، داك النهار كلشي هنايا كيبقى فازق. ايوا ولا خدام مزيان، غير انا اللي ما كنتش عارفه ليه، انا ما كنتش فاهمه ليه، واخا زعما راه دوزتو معاكم وشرحت لكم الطريقه، ولكن ما رديتش البال داك شويه الماء اللي كان كيبقى فيه. شوفوا البنات هاد العلامه هادي بالضبط، هادي ما يفوتهاش الماء، شفتوها هي العلامه تحت منها هنا. الا كنتو باغيين تزيدوا هاد الكاس يعني خصها تكون خاويه، كان فيها شويه الماء كضربوا حسابكم هاد الخط ما يفوتوش باش ما تطيحوش في المشكل اللي طحت فيه. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو المعلومات عليه ولا راه غتلقاوهم في صندوق الوصف، حيت دايرين فيه عاوتاني مدام زعما قلت لهم ها شنو قالوا لي نيت الا بغيتي تشاركي مع المتتبعات راه دايرين فيه بروموسيون عاوتاني، وزوين البنات كيصلح بواحد الطريقه زوينه بزاف وسهل في الاستعمال. تجاك كتستعملوه في جاكيطات، تستعملوه في النيل، وتستعملوه في الحاجه الكشمير، خص غير تشوفوا ليه هاد العبارات هادو. شوفوا هاد العبارات
هما كاتبينهم هنايا، هذا خلاص الماكسي راه سخون، هذا مويل، ولكن هانتوما شوفوا راه كاين ديال النيلو، كاين ديال اللي كيعطي غير البخار، كاينين فيه، المهم كتجيبهم لهنايا. هانتوما دابا راه الماكسيموم هذا هنا، راه الا خليتو راه غيحرق لكم الحوايج. وحنا غاديين وحنا كنقصوا، حنا كنقصوا، حنا كنقصوا حتى كنوصلوا للحويجات ديالنا حنا اللي بالكريب وديال هذاك النيلو اللي ما كيصبرش. راه كندير انا من هنا هاد البليصه هادي هنا بالضبط، وكنحدد به اي حاجه، واخا تكون زعما واخا تكون حساسه ولا كتحرق دغيا، هذا راه كيحافظ عليها. كيشوف سمعتوا ايوا. بالنسبه للثمن، الثمن ديالو 355 درهم عوض 499 درهم. وها نتوما شوفوا راه بدون سلك، لا مارك ديالو توريس، ها هي مكتوبه هنايا، ما فيهش سلك وفيه 2600 واط يعني مجهد. وهذه ديالو راه سيراميك، هذه راه سخونه دابا باش ما نقيسهاش، وكل شيء على هذا الضمان ديال سنتين. سمعتوا هنا راه دار ليه، زدت ليه الماكسيموم، سمعتوا وما كيحرقش. البنات اللي زوين فيه غنحط باش ملي تنصلح هذا الطريف هذا ديال الثوب. شاركت معكم هذه الفكره بالنسبه للاخوات اللي خداو او لا اللي ناويين ياخذوه، يعني مهم تركزوا الماء القياس ديالو راه كيكون فيه دليل الاستعمال، كتبعوا غير هذوك التعليمات، هذاك الكتاب اللي كيجي معاه ضروري تبقاو هكا رادين ليه البال وكتشوفوا زعما الطريقه باش كيخدم. والشرح حتى الشرح راه كيشرحوا لكم البنات اللي في الموقع ديال وادوكس، غتلقاو النمره ديالهم في اول تعليق، دايرين فيه تخفيض ناقصين ليه في الثمن كيف ما شفتوا. وايضا راه توصيل 20 درهم لمعظم المدن المغربيه، تواصلوا مع الاخوات اللي في الموقع ديال وادوكس، هما غادي يزيدوا يشرحوا لكم اكثر واكثر. ها هي الحلوه اللي خدمت هذه الليله، هذه خدمتها زعما في الصباح، ها هو كعب غزال تبارك الله ما شاء الله، شفتوا السيفه. وهذه النوكه ديال اللوز ايفيلي، كتجي غزاله زوينه زوينه بزاف ولذيذه. نخلي لكم شي وحيدات، هانتوما شتو داير بحال الزاج ولكن راه رطبه، هادي دايز فيها شويه الطياب شويه، هانتوما كتجي كلها مشوكه هكا شتو هي باش كنزينو الصابلي. والصابلي ها هو رقيق البنات، رقيق 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 واحد الدرجه، هانتوما شتو الصابلي ضروري خصو يكون هكا، ما ديروش صابلي غليظ، صابلي غليظ ما عنده حتى معنى. المهم هنا بغيت نخرج 200 حبه صافي، غادي نتقبو هذا راه ناشف صافي، ندوز دابا دوز عشيه كامله حيت كانت عندي شي خدمه هكا وخليته، دابا راه الليل غادي نتقبو بليبره ضروري، كنتقبوه من هاد الجوايه شويه وفي التحت هكا باش ما يتبوقش في الفران. وغادي نلصق الصابلي مع النوكا ايوا صافي، هاد الشيء اللي هاد الكوموند بغيت نخرجها. ومازال غادي نزيد ديك المعلكه ديال الكاكاو والكاوكاو، هادو هما الكوموند ديال هاد الناس، هادو ثلاثة تشكيلات 210 الحبات من كل شكل باش نبدا ان شاء الله وحده اخرى. والمهم هاني معكم ان شاء الله، بغيتو شي شكيل ديال الحلوه نشاركو معكم غير كتبوا عليا في التعليق، يكون غير خاطركم البنات. دابا راه الليل كلشي ناعس، غادي نكمل ان شاء الله هادو، نطيب هاد الكعبه هادي ونلصق الصابلي باش الصباح غير ان شاء الله غادي نفيق بكري وغادي ندير المعلكه، حيت كتشد ليا الطوات واخا هما كثر 200 حبه راه غتشد ليا الطوات، وهي كتبغي حتى كتبرد شويه عاد كنجمعوها. وصباح النور والسرور، هذا راه صح بكري ومع ذلك الحمد لله من الوقيته ديال الفجر ها هي المعلكه ما شاء الله، عرفتها ما غاديش تكفيني في دوك الطوات اللي عندي، وحيدت شي وحدين بكري 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 من بعد تقريبا ديك السته هكا ولا عمرت الطوات، ومازال حتى نخلي حتى تبرد وديك السبعه هكا ولا ثمانيه باش يصلح لي نحيدهم. وغادي نزيد واحد العجنات اخرين بالنسبه لها 300 حبه خرجتها تقريبا شي 4 كيلو هكا ديال الكاوكاو كنحمروا. الطريقه الا بغيتوها كما قلت لكم راه مازال غادي نشاركها معكم بالتفصيل، الا بغيتو اي حاجه بغيتوها مرحبا على الراس والعين، غير قولوا لي نشارك معكم اي نوع ديال الحلوه بغيتو ولا النوكا ولا المهم الاسرار كاع ديال داكشي اللي كنعرف، راه ما غاديش زعما ما خسرش فيكم البنات حتى معلومه، كلشي غادي نشاركو معكم. صافي من بعد ما ساليت في الصباح جمعت هو الكعبه ديالنا، ها هي الكوموند ما شاء الله، بعد ما ساليتها شوفوا المعلكه كيفاش جات تبارك الله. الا بغيتوا البنات نشارك معكم السر باش كيبقى فيها السكر هكا وما كيطلعش فيها لدام
وما كيتحيدلهاش السكر كلاصي وما كتحرق ما كيولي يعني بدون مشكل. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيلو ولا غير نص كيلو كاع ديال الكاوكاو باش حتى نتوما يكفيكم هكا نص كيلو، راه كافي للدار مع شي شكيلات اخرين وهالحلوه عندكم ان شاء الله. شوفوا هذا ديال بالنسبه لهاد الصابلي راه فيه البخاليني كيجي لذيذ، هو في المذاق ديالو اصلا كيجي لذيذ، زيد عليه النوكا ديال اللوز ايفيلي كيجي شي حاجه اللي هي رائعه. ايوا المهم انا جمعت الكوموند ديال السيده ومن بعد هذا راه كنت صورته شحال هادي والحمد لله صيفطات لي ميساج فرحات بالكوموند ديالها، يعني كتحمر الوجه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وهذا هو هذه هي المرحله اللي كتعجبني في الاخر ملي كيديو الناس الحلوه وكيصيفطوا ليا ميساج، احسن احسن احساس.